السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي سبق، قلت لكم في المره القادمه ان شاء الله غادي نجيب لكم طريقه كيفاش نصايبوا الشوشيه. هذه هي الشوشيه. طبعا نمشيو الطريقه كيفاش نصنعوا هذه الشوشيه. المهم غادي نحتاجوا هذه لاكارت ديال لاكارت عاديه ديال البورتابل، وغادي هذا الخيط هذا غادي نحلوه بحال هكا. المهم الا بغيتوها صغيره يمكن ديروها على هاد الجهه، بغيتوها كبيره ديروا على هاد الجهه. انا بغيتها كبيره غنديرها على هاد الجهه. كنجيو لهنا القنط هذا، كنشدو الخيط بحال هكا، كنبداو ندورو عليها الخيط بحال هكا عادي، ندورو ونزيرو شويه، ما نخلوش مرخوف، نزيرو مزيان هكا. يعني بلاصه ما تمشي تشري شوشيه ب 10 دراهم، تقدري تصنعيها غير في الدار بهاد الخيط. كيدير هادي وحده كدير غير 30 ريال، شوش فيها كيديروا 50 ريال، يعني تقتصدي باش نمشي نشريها ب 10 دراهم. وانا يمكن لي نصايبها يديا، وبعض المرات واخا كتشريهم كتجيبيهم كتجي كيتحلوا لك. وانا سبق وقعت معايا، قبل ما كنتش كنعرف نصايب الشوشيه، جبتها ركبتها في الجلابه، يلا اول مره لبستها تحلات ليا الشوشيه، درتها كنبقاش لقيتها تحلات كلها مشات، يعني بلا ما تصبن بلا حتى شي حاجه تحلات. المهم كتلوي الكميه اللي بغيتو، بغيتو غليظه بزاف كتبقاو دور الدور حتى العرض اللي بغيتو، بغيتوها رقيقه ما غليظاش بزاف كديروها رقيقه. المهم كيما كتشوفوا اي كنزير داكشي علاش لاكارت مشات. المهم انا ما غاديش نديرها غليظه بزاف، بارك علي غير هاد القد. غنجي لهنا غادي نقطع كدا. المهم غنكون عندي خيط هنا وإبرة مشتاهم قبل. غادي نجي لهنا غنهز الخيوط كاملين، تأكدي بلي هزيتيهم كلهم ما خليتي حتى شي حاجة حتى شي خيط. شتو معايا كيفاش هكا، ما تلقوش منها من اللور، بقاو شادينها باش ما تحلش لكم هكدا. سرب ليا ما برمتوش. كندخلو هنا بحال هكا، شفتو كيفاش وسط الخيوط عقدنا، كندخل وسط الخيوط كنديرو بحال هكا، كتكرفي مزيان مزيان كاسكرفي تصيب الخيط، كتعاودي ترجعي الخيط بدا كيتحل ليا. هو صراحة السم صعيب انك تكريها فيه، ولكن الا بغيتي تقدري تختاري، تقدري تصايبيها بشي خيط اخر من غير السم. الخيط ديال الطرز العادي كيطرز به الطرز الرباطي تقدري تصايبيها به، ماشي ضروري السم. الا بغيتيها ديال السم اللي كتقدري تصاوبي بهذا الخيط ديال السم اللي كيبري. المهم دابا كريناها مزيان، غادي نحيدو كريوها مزيان هنا باش ما تحلش لينا. المهم غادي تقاد وغادي تشوفوها كيفاش. تخليو هاد الشكل، غادي تهبط واحد شويه تقريبا حديت هنا بحال هكا، غتخليو واحد شويه قد هكا خاوي، وغتجيو لهنا
وتطول الخيط صافي. دوري 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 مزيان يكون الشكل زوين يعني ماشي دوري بشي طريقة تبقى شفتي كيفاش كيما كتكون الشوشي غير طب كتبان لك هكاك مدورة. انا كنبارك عليها هكا ما حيتش معرضاش بزاف عندي دقيقة ندير بحال هكا غنشدها من هنا ندورها على صبعي هكا ونخشي لي برا بشويه ما تضربكمش صبعكم بحال هكا كرريها مزيان نعاود الدورة الأخرى شنين كتكرر مكتبانش بحال شي طفيرة نازلة هكذا دابا صافي تكرفات لي مزيان ندخل الخيط ليبرا من لهنا من التحت غير بشويه وليبرا باش خدمتهم احسن تكون رقيقه باش تدوز ليكم من الوسط ديالها هانتوما شفتو منين دخلتها من التحت شفتو ما خرجت تخرج لينا من او دخلتها تخرج لينا من الفوق هانت شوف كيفاش كنجبدو غير بشويه باش ما تهرسش لي برا وما تقطعش الخيط وتقطع الخيط ولكن تجبدات لينا تجبد لينا من الفوق هانتوما شفتو ها هو طلع الفوق كتجيو هنايا بحال هكا كنخليوه كنخليوه غير شويه طويل ماشي بزاف نكري دابا من هنا كيفاش كتبغي تخيطي جلابة راه كتحيدي هاد الخيط هذا كتبقى غير كتشديها بي ولا شي حاجة بغيتي تخليه كتخليه بغيتي تقطعيه كتقطعيه المهم رجعو دابا لتحت ديالها شتوها كيفاش دايرة قبلها شوية غادي نجيو لهنا غادي نقطعو هاد باش يتقدو نقطعهم بحال هكا شتو كيفاش تتقدهم كاملين المهم ناخدو ليبرا نرجعو عاوتاني ليبرا نبقي فيها الخيط بحال هكا ديرها بحال هكا باش تحل باش الخيط ديال الصم كيتجمع دغيا كيتلوى وهذا هو الشكل النهائي ديال الشوشية ديالنا هانتوما كيف ما كتشوفوا معانا دابا هذه هي الشوشيه شفتوها كيفاش داير كتستعمليها في كل شيء راه في كل شيء دابا كتلاقاي الشوشيه في الجلال في القفاط حتى في الشراب في كل شيء كاينه هذه الشوشيه وهي عاديه يمكن لينا يمكن لك تصنعيها بطريقه عاديه وبسيطه جدا كيف ما شفتوا طريقه سهله يعني ممكنش ليش تمشي تشريها وتجيبيها بينما انت تقدري تصايبيها غير في الدار وبوحدك شفتي كيفاش
المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين، تخليو ليا التعليقات ديالكم، ديروا جيمي الى عجبكم الفيديو، وفيديو قادم ان شاء الله نتلاقاو، الى اللقاء.